على فكرة احنا وضعنا النهاردة في بلدنا كويس جدا وأحسن من دول تانية كتير. أنا لسه كنت في جولة في كذا بلد، كنت في دول الحقيقة من أقوى الاقتصاد في العالم، وكنت بروح قبل كده وبشوف الدول دي وألاقيها كده فوق في السماء وأقول يا سلام يا رب مصر تبقى كده. النهاردة أنا لما رحت وشفت البلاد دي وأنا لسه جاية من هناك من يومين، قلت الحمد لله إن بلدي على الوضع اللي هي فيه. إيه ما كان الوضع، أنا مش بقول لكم إن إحنا أحسن حاجة في الدنيا، لا، أنا قلت إنه أنا هقول هتكلم إحنا مش أحسن وضع في الدنيا، مش أحسن حاجة في الدنيا، عندنا مشاكل، بس إحنا أحسن من غيرنا. أنا شفت يا جماعة محلات من أكبر المحلات اللي بتدخل دخل للبلد، البلد اللي هي فيها المحلات دي، مش هقول لكم إنها وقعت، قفلت. يعني انت اكبر حاجه ممكن تتخيلها انه المحل ده واقع مش ماشي، المكان ده واقع مش، لا، قفل، غلق 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 غلق، مش بامر الحكومه، غلق لانه في ازمه. الناس اللي قاعده في الشوارع كتروا، انا بدخل الاقي ناس قاعده، يعني ادخل شارع مثلا جانبي، هتقولوا لي فين مثلا أنا هقول لكم في شارع يا جماعة اللي عارف مثلا لندن في نايتس بريدج، في حتة كده قدامه وانت رايح كده على مكان كده، محل اسمه بيربري كبير قوي ورولكس، ووراه محل اسمه سينيور ساسي. الشارع ده روحوا اتفرجوا عليه بقى عامل ازاي، ده كان من أحلى الشوارع. المحلات كلها اللي فيه قفلت، الناس مفترشة الأرض ومحدش يقدر يقول لهم حاجة. على فكرة كتروا المطاعم، تروح بقى الأكل فيها مش زي الأول. كنا بنقول يا سلام على أكل برة، على فكرة عشان إحقاقا للحق هي مش كل البلد بقت كده، لكن أنا بقول لكم على حاجات عدت عليا. الفنادق مثلا الخدمة فيها بقت سيئة جدا، وفنادق 5 نجوم ليه؟ عشان مقللين العمالة. موضوع الكهرباء بقى مشكلة وكارثة، يعني الشتاء ده بينبهوا على كل الناس انه مثلا ما تدخلش تشغل المية السخنة وانت بتاخد حمام، تقعد اكتر مثلا من 5 دقايق عشان ما تستخدمش الكهرباء كتير. فطبعا يعني اللي انا بقوله، موظفين كمان بقوا قاعدين في البيوت كتير، المستشفيات بقت أسعارها، اسألوني بقى، يعني موت، مولعة كده، تروح كده تشوي كده. طبعا اللي مضطر هو اللي بيروح، واحد مثلا حد عنده مثلا حاجة مش ملهاش حل، نادرة، ملهاش إلا الطبيب ده في المكان ده في البلد دي، عشان التعليقات بس. غلاء غير طبيعي في كل حاجة، ده كله طبعا بسبب الأزمة العالمية الاقتصادية. وحنعترف ونقول إن إحنا كمان في أزمة، والدولة أو هقول بس الدولة بتشتغل على مواجهتها وحلها، لأنه بلدنا جزء من العالم كله. إحنا لو إحنا بلدنا دي ما كانتش بتشتغل الناس اللي فيها، كان زماننا النهاردة في حتة تانية وحشة قوي، يعني مقارنة ببلاد تانية إحنا كويسين، بس كان مش من الطبيعي إن إحنا يبقى ده واقفين كده. واللي عايز أقوله يعني في الآخر أو من الآخر، إننا لازم يكون عندنا دايماً أمل،
يكون عندنا حماس عشان نعرف نعيش، عشان نعرف نتحدى، عشان نعرف نعدي، ويكون عندنا رضا بحياتنا وقدرنا. أنا مش طالعة أدي درس، أنا طالعة أدي نصيحة عشان تفيدنا وتفيدني معاكم، عشان نقدر نتحمل اللي جاي. إحنا لسه متعايشين مع الأزمة اللي بيعاني منها العالم كله، مش إحنا بس، وكلنا هندفع الثمن. كل مواطن في كل دولة هيدفع، مش شرط فلوس، هو مش فلوس، في غلاء، بس هيدفع عناء. مفيش حد مش هيعاني، ومفيش حد مش هيدفع، وزينا زي غيرنا. وانا شفت المواطن بيعاني ازاي في الدول التانية. الناس كان في شعوب في بلاد هما اكتر الشعوب اللي بتكره العرب، احدى الدول اللي كلكم عارفينها ومتمسكه جدا بلغتها، حتى ما تحبش تتكلم انجليزي، لو هو بيعرف انجليزي ما يكلمكش انجليزي، يا تعرف لغته يا ما يكلمكش وما يردش عليك. النهارده هو بيحييك وبيدلعك عشان تجيله وتقعد عنده في اوتيله او في مطعمه بعد ما كان بيتلت عليك ويقولك لا. ليه؟ لانه الوضع بقى مختلف النهارده. في دول كانت بتلعب بالفلوس لعب، وكنا بنتمنى ونقول يا سلام بقى لو بلدنا تكون كده، بس الحمد لله يعني بلادنا كده. مصر دلوقتي واقفة على رجلها، وده بفضل ربنا قبل كل شيء.